السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شو شباب؟ تمام. مقطع اليوم اسال الابطال المظلومين في الجيم، والحلقة التاسعة من السلسلة. فكرة مقطع باختصار، اتيه مع اي واحد واساعده وافوزه في الجيم. واتقدم بس لايك واشتراك وخلونا نبدا. اوكي، جيم الاول في بريم واحد. فما ادري بصراحة ايش سويت براو الفترة الاخيرة، فما لاحظ فيها ابطال تكرار كثير في الجيم، فتحصل لك اقصى بطل تكرار تقريبا كخمسة او ستة. خذ البارات، خذهم يا اخي، خذهم، روح خذهم. اوكي، كفو عليك. اوكي، انا الشله الطيبه. اوكي كفو، والله توقعتك اني اقدر فيه، فاهم شي. خلني مع هذا سيرك، انا هو اللي راح اساعده وافوز الجيم. لا 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 لا، بالغلط بالغلط. خلاص اعطيك كت. اوكي، جيم الثاني. فالجيم الاول ما كان يحتسب، ما انتبهت على سيرك مره، ندعس كل سهوله. اوكي، عندنا ماكس، فخليه يثق فيه، ما خليه يمشي يروح عني بعيد، علشان انه ما يقدر فيي او يتركني في حالي. لا لا يا معفن، لا يا معفن، لا يا معفن، لا يا معفن. ايوه تبي يختفي، خليني كابس على الجهاز، امشي ضيع السوبر. فبحاول اكون عند ماكس، خليني ندعس ذا المعفن. اوكي، شكله شيء اللي بيقدر فيه، بس خلنا ناخذ باور من هنا. اوكي، مليون شيلي ومليون سياق موقف في الجيم، فبحاول اكون معه. كفو عليك، اخذ الباور على طول. ايوه، خلي كيك مره على طول متواضع، فما راح اغدر نهائيا، بس لما تخوف يكون شيلي. والله اني داري، والله اني داري، بس خليني اساعد عشان ماكس. اوكي، امشي طلع المركز، وهذا كان هدفي. ما شاء الله، حاليا منتشا مرض جديد اسمه مرض شيلي، فوين ما رايح وين ما جاي راح تحصل شيلي. اوكي، خليني اتيم معه، لعله وعسى يثق فيه. فالمشكلة ان شيلي حاليا بس فقط في السرعة صار بطل اكثر استخدام في السولو، وين ما رايح وين ما جاي راح تحصل شيلي موجودة. اوكي، اشحذ من السوبر، فخليك معي اهم شيء. اوكي، بحاول انتبه، حاليا اعتقد ستة شيلي موجود في الجيم. اوكي، بدا يحاقروا علي، اعتقد ودي معي سبب واحد، لان الجيم كله شيلي، فمحتاج مني اقدر. فخلنا نتراجع، خلنا نتراجع، اهم شيء نطلع شيلي. لا يا اخوي، ليش دخلنا انا؟ وايضا الاشخاص اللي سالوا وين سيست بيبي، ليش سحب عليها؟ هذا السبب، دخل لك الجيم كله شيلي. اوكي، الجيم اللي بعده، مورتس صراحه مظلوم كي مورتس، فوين ما دخل الجيم احصل مره ينغدر بكل سهوله. شوف، ما بحاول اعطيه الباورات، فبحاول اخضع عنه. ليش؟ عشان بساعده بفوز الجيم، يعني موس احسه دمج مره ضعيف. اوكي، خليك معي، بس خليك معي يا مورتس، فما بشحن سوبر عند الله. لا، بحاول اكون بعيد عنهم، لا اعرفهم الا لا يسوي الحركه ذي، عشان يحصل الفرصه راح يغدروا فيي على طول. فخلنا عن موس زي ما، يا اخي ما ادري ليش عاد تلعب مورتس. موس يا عم امك، اطلع بتلعب، ليش تجلس تلعب؟ اوكي، ما شاء الله عند السوبر، بس خلنا اخوفه، انا اخوفه بس. اوكي، وضع الله يرحمك يا باز، اقعد من الحين. ايوه ايوه، اعطيه اعطيه بشيلي اعطيه. بس امشي، خلنا عم مورتس، امشي امشي، ما سي يطلع. اوكي، حدنا كاني شايف. اوكي اوكي، ايوه مورتس، مورتس يا حمامه، كانت تموت، لا تموت مورتس. اقول بريم، روح روح هناك، خلص على ذوله. مورتس خليك معي، مورتس خليك معي، مورتس خليك معي. ايوه ايوه مورتس، ايوه يا مورتس، يا مورتس حمار، اقسم بالله حمار يا مورتس حمار، والله حاولت ساعد بس شوف يتدخل. فمن بيكون اول شيء؟ اوكي، جانيت راح يكون حاقد، ابتك راح يكون حاقد. يلا اشحن اشحن، فك المشارك، ادري انك حاقد، فاشحن سوبر، فك المشارك. اوكي، اعتقد شحن سوبر، فخلنا نروح عنه. اوكي كفو، لا لا يا اخي، يا اخي كلم حاقد ليه؟ ما ادري. ايوه بريم، يرحم امك يا بريم، فك المشاكل. لا لا، الا الغدرات، خل عنك الغدرات على جنب. اوكي يا اخي، ليو لازم يطلع، ليو لازم يطلع، هذول هذا غثيث وشيل ما ادري فين هو، فما نمتك انه شيء يطلع ولا لا. اوكي، اعتقد جنت راح يكون حاقد عليه. يرحم امك يا بريمو، يا اخي بريمو، انا مستغرب بريمو حاط شيلي.
اهم شيء خليني معه بس حط له كاي موقيات عشان يوثق فيه اكثر. هو شوف انا متاكد 90% راح يغدرني اذا شاف صح تقليده راح يغدرني 90% متاكد. هذا ماشي مشكله انا. ايوه كفو عليك كفو عليك يا جانيت. اوكي كفو عليك. ايوه كان فرصتي الحين اغدر فرصتي عشان جانيت. ايوه فرصتي. اوكي راح اطيل الجيم خلاص كفو عليك. اوكي جيم الاخير الحمد لله انا ما في شيلي. فا اوكي عندنا ماكس فراح تي معه. اوكي راح اي واحد حصه قدامي راح تي معه على طول. اوكي واعتقد راح يتهرب فما راح يعطيني اي وجه حاليا. فخذ البورات روح خذ البورات اقص تعازم يا اخي واحد يقص عازمي خذ البورات اي فك المشرك. اوكي خلاص ايمس لم يتم الوثوق فيها. اوكي كفو ماكس يا في درعم عليه عضو تدخل معي. فجانيت ماني واثق فيه جانيت نهائيا. ايوه كفو عليك خلص عليهم. اوكي ايمز راح فيها وبيبي ان شاء الله راح تلحقي معها. ماكس عليك الباقي. ايوه انك سيرج تعال يا سيرج تعال ما رقيها صوب ماكس حط الاكس عشان يبغى يزعج اكثر. ايوه خلاص كاكثر النية كانت. اوكي تعال فانك خاتي مع فانك شو كيف تيم مع فانك شو كيف تيم مع فانك. لا فانك لا الله ياخذك يا معفن. قبل ان نختم مقطع ريت سال وين سست بيبي لسه ساحب عليها. فبصراحة بيبي انا حاولت ارفعها قبلها صور للاسف الايام كانت صعبة الايام كلها شيلي فما قدرت ابدا يعني ارفع بيبي نهائيا. فاحتمال راح استبعد السلسلة فربما راح ارجع لها في المستقبل. وايضا ليسا ليش ما تسوي سلسلة شيلي شوف بصراحة شيلي رفعنا من قبل رانك 30 فبس كم دو سلسلة. فاذا كنتم مصرين تبين سلسلة شيلي رانك 30 كتبوا في التعليقات. وبس مقطع شكرا كامل لايك واشتراك ومع السلامة.